حمزة أبو عسرية الكائن بالمحمدية 19 جماعة أغبال وخرار الابن ديال هذا السيد أحمد أبو عسرية. شنو المشاكل اللي أسيدي تعرضنا لواحد العملية ديال واحد النصب واحتيال وتزوير في محررات رسمية. عندنا الدلائل، عندنا الوراق ديالنا، عندنا كل شيء. المهم سيدي الامر تم هذه تقريبا شي عامين ياك، فاش تم بالضبط فوقاش في 2000 فوقاش شرا الزيتون تمات الكونترا 2022 مزيان. البيع والشراء السيد اللي جا تسلط بال، المهم تسلط السيد بيه عن طريق واحد الراجل، من هنا من عين بيضاء يعني قريب من فاس من هذه النواحي. جابوا وسيط، جابوا على اساس انه يشري الزيتون غله. جا للدار سيدي، المهم شافوا الزيتون قال له تفاهموا، على واحد الثمن، تفاهموا على 5 المليون. انها سبق له 5000 درهم عربون، بقى 4.5 45000 درهم. بقى داك ال 45000 درهم سيدي. ذاك النهار هبطنا انا وياه، هبطت انا معاه، انا وهذا المدعي اللي كان كيدعي انه بدر وعمه، وعم هذا بدر وعمه كيدعي واحد الشخص انه عمه، وهذا السمسار وبا. دخلنا لواحد القهوه سيدي ابراهيم، عطاني انا والسمسار وهو حسبنا داك ال 45000 درهم. بقينا جالسين في القهوه مع با، قال له طلعني صفر ونحط الفلوس. هو كيتعامل معاه بمسي صفر. خلانا في القهوه تما، قالنا غير تقهوا بلا ما نطلعوا كاملين، انا غنطلع الحاجه راه رغبني نطلعوا غير القهوه، نطلعوا للبنك يحط الفلوس ونجي عندكم دابا. ما نويناش، المهم صافي بقينا في القهوه انا والسيد. لكم تثقوا فيه؟ السيد ثقة، السيد ثقة يعني ما تحت ما تنويهاش فيه، ما تجيكش حتى البال، انا غنكمل لك. المهم سيدي فاش مشارك مع هادشي تعاودوا لي با من بعد. دابا راه غير الساعة لله، راه الراس عامر، راه كيدوخ، راه 80 عام ولد 43 في راه 81 راه الله غالب. المهم سيدي قال لك باش تركب معاه في الطونوبيل ديمارا وزايدين شوية، هو يقول له عمي الحاج قرا عليا شي تمين ولا نقرا عليك شي تمين باش نباركوا هذا البيع. قرا عليه ما تيسر، قال لك تبارك الله واحد الصوت واحد جويد وواحد فهمتي، قال لك جلابتك تعطيها له تقول هذا من عزل بين الرجال، فهمتي هذا اللي كاين. ايوا هي هذيك شويه، هو فاش دازوا لحوا الفلوس لحوا الهضره، قال له عمي الحاج دابا انت كتعرف بينك وبين الله، دابا هو واخا امي وليني عنده الحفظ، سامع الاحاديث والحفظ فهمتي، واخا امي ما كيقراش، كتعرف بينك وبين الله والاعمار بيد الله. لا قدر الله دابا ما عرفناش شكون السابق، تقدر توفى ولادك ينكروني في ديك الخمسة المليون ديال الغلة. هي هذيك ندوزو غير المقاطعة، والمقاطعة راه الأمر سهل، راه غير نديرو غير ورقة على الغلة، راه ماشي شي حاجة. تاق فيه صافي، دوزو المقاطعة ديال سيدي إبراهيم ديال كوطيف اللي حدا البومبية. فاش مشاو سيدي قال لك، قال له راني دورت مع شي واحد باش يدوزنا بكري. المهم قال لك الامر داز ميسر، قال كل شيء موجود. عمي الحاج مع هو ما كيشوفش مزيان، ما كيقراش، قال الوراق موجودين، راه يديك عمي الحاج بالصمو على من ما بغى. بالصمو سيدي راه بالصمو، هو بالصمو على العقد ديال الشراء حنا غادي نوصلوا له. المهم سيدي دابا هنا عندي شهاده الملكيه هذه ديالنا، هذه حنا كنا متيرينها في 2017 عاد حفرنا واحد الصونده. كان داك السعادة حيت ما كنحتاجوهاش، حيت حنا ما كنحتاجوهاش، ما كنجبدوهاش، ما كنتيريوش شهادة الملكية حتى إلا احتاجينا بغينا شي حاجة. كنا بغينا نحفروا الصوندا جبدنا هذه شهادة الملكية في 2017. تيرينا 2017 شهر 12 فيه 15 كانت مازال شهادة الملكية بالسمية ديالنا. أرانا سيدي مهم فاش سقنا الخبر، بعد الخبر راه ما سقناه، هو راه باع فينا وشرا، راه في 22 في 21 ياك فين دار الكونترا معاه ديال الزيتون في 21، والكونترا ديال العقد الشراء دايره في شهر 1 ديال هذا العام. حنا ما فراسناش، حنا هذا 14 اليوم باش دارت الهضره غير في الدوار في القهاوي كيقولوا فلان باع بوعسريه، باع بوعسريه، نصبوا عليه عاد طلعوا تيراو هذه شهاده الملكيه الجديده هذه يا سيدي. فاش وصلنا الخبر عاد طلعوا جبدوا هذه تيراو هذه فوقاش متيري، هذه متيريه في شهر 7، هذه متيريه في شهر 7. هو اللي جابدها جبدها من المحكمه، هذه هو اللي جابدها، هذه عطاوها لهم من المحكمه، هو اللي جابدها في شهر 7، يعني في شهر 7 البلاد بلاد، وراه داير مبدل التاريخ، هذه عطاوها لهم في المحكمة، هو دلا بها في المحكمة شهر 7 2023 شهر 7 راه لتحت، هذه من المحكمة جاية، يعني هو دلا بها المحكمة، هما عطاوها لهم في المحكمة، حيت هو العقد راه دايروها، هو العقد قدام يا سيدي، حيت هما فاش مشاو للمحافظة العقارية عطاو الرقم ديال التيتر ديالهم، كتخلص داك 120 درهم كيخرج لك شهادة الملكية ديالك. فاش خرجت شهادة الملكية
يا اذا بهم كيتفاجئوا كيلقاو شهادات الملكيه بالسميه ديال واحد الشركه ايغيل الممثل القانوني ديالها سيدي احمد سميتو سيدي عبد الله هذا سيدي هو اتضح في التالي هو انه الشخص فاش الدارك واجهونا معاه من بعد ما نوصل لك للدارك اتضح باللي هو اللي كان كينصب علينا وكيقول لنا باضا باللي سميتو باضا اتضح هو سيدي عبد الله فاش سيدي الوالد مشى استفسر وسول المحافظ قال له كيفاش انا بلادي ما بايعهاش ما عارفش هذا الشيء ونجي ونلقى شهاده الملكيه مبدله وبيع وشاري فيها قال له المحافظ سيدي قال له انا يا بحكم الخدمه ديالي قال له انا توصلت بعقد الشراء كيبان لي قانوني القانون كيخول لي نبدل شهاده الملكيه هنا الكاشيات حتى هاد شهاده الملكيه حتى هاد العقد الشراء اللي مدوا به هذا هو العقد الشراء اللي مدوا به هاد العقد الشراء عن طريق محامي يعني قال لك الامر تم عن طريق محامي ما كاينش الموثق ما كاينش النوطير هاد المحامي يا سيدي عقد عرفي ماشي تاع عدلي ما مخدمينوش العدل خدموا غير محامي هاد المحامي يا سيدي يعني هو محلف هذا محامي محلف مقبول لدى محكمة النقد ما عرفتش انا واش عليه عندك شي فكره واش يعني كيقول لك بحال فيه الشهود بزاف زعما ولاني العقد كما قلت عرفي ما فيهش العدول ماشي عند موثق ماشي عند نوطير حتى الكاشيات اللي هنايا فيه ماشي في الكاشي ديال الشركه في الشخص ديالها في الممثل ديالها عبد الله مهدي في الكاشي ديال المهدي الرئيس ديال المحافظه يعني حتى هذا السيد هذا حتى هو يسأل المحافظه ديال صفرو في شكون هاد الكاشيات الاخرين اللي مازالين ديامن هاد الكاشيات ديامن هذا الاستاذ وفي الكاشي ديال الاستاذ عبد العزيز المفوض المحلف المحامي المحلف وفي كاشيات الكاشي هذا ديامن ديال الحاله المدني الكاشي ديال الرئيس ديال الجماعة ديال سيدي ابراهيم هذا غير ديال المقاطعة الكاشي ديال المقاطعة يعني الحاجة اللي معترف بها أنايا هو الكاشي ديال زعما اللي نقدروا نهضروا فيها هو كاين غير الكاشي ديال المحامي هذا المحامي اللي قلت لك محلف ها هو الكاشي ديالو هنا هو اللي كاين هاي نشوف بالضبط يعني هذه الكاشي ديال الشركة ما نهضروش هذا اللي الفوق الأستاذ فلان الأستاذ عبد العزيز ديالو اللي كاين صافي هو اللي باين متضح والكاشي ديال المحافظ اللي قلب الملكيه صافي هي هذيك اسيدي هذه هي الورقه اللي دلنا بها المحافظ قال لنا انا صافي فاش كتوصلني هذه كيخول لي القانون انني نقلب الملكيه هذه اسيدي جبدوها هذه عاد بانت هذه ما كانتش باينه هذه عاوتاني داروا له باللي راها مخدومه في المقاطعه النهار اللي مشى للمقاطعه دابا هذا ماشي حنا غنديروا خبره وغادي نديروا نصبوا الزوير يعني عرفتي ذاك القضيه ديال غادي يمشي وغادي غيديو له غير البصمه ديالو والسنيه وعاد هما غادي يخرجوا عليها لا محال كنستبعدوا هذه القضيه مع راجل كبير كيثيق ما كيقراش غيكونوا بصموا ديريكت على العقد الشراء بصموا على هذا الالتزام معترف اللي عاد بان دابا هذا عطاو لهم في المحكمه باللي هو يعني كيلتزم باللي باع وشرى بالمقاطعه بكل شيء هو ذاك النهار ديال المقاطعة الزيتون داروا معاه هذا الشيء كله غير كل حاجه بتاريخ كل حاجه بخدمتها فهمتيني هذا دوزنا سيدي ها رانا الكبيره هذه النهار ديال المقاطعه النهار ديال المقاطعه باش تعرف هذه يعني ورقه اش غنقول لك يعني باش الاميه فهمتي الجهل اش غنقول لك هذه الورقه هذه هي اللي سبب كل شيء النهار اللي مشى معاه المقاطعة ما طالبوش حتى بداك الورقة المقاطعة اللي كتب معاه عطاك يقول له اعطيني الورقة ديال المقاطعة فهمتي ما طالبوش باش يقول له اعطيني شنو كاين في العقد وشنو درت معاك وشنو لا صافي تدازت الوقت حتى جاي بدا الزيتون فاش جاي بدا الزيتون عاد زيرو با مع كندخلوا فيه التناوي على حيت قال له اعطيني بشحال غير شديتي الفلوس اعطيني ذاك الروليف بونكير هي هذيك اسيدي قال له قبل ما تبدا الزيتون جيب لي الورقه اللي درنا انا وياك في المقاطعه فاش اسيدي مشى جاب له الورقه ما دوزل حتى واحد لا الدراري قاريين لا حتى شي واحد يشوف صافي تا قدارها في الاخر تا دابا حتى جينا جبدناها انت كتشوف يعني هنايا داير مسمي راسو نيت بدر السقي هذه في حد ذاتها انتحال الشخصيه من بعد كيتضح انه هو
دير فاش تجيات الأدارسة باين كل شيء يعني غير تخربق. وزيادة على ذلك نبدل الوالد السمية، ما ديرلوش أحمد بوعسرية، ديرلو محمد بوعسرية، السمية ديال واحد الآخر ديال واحد توفى الفوق، باش يعني ربما باش زعما ما ساكن له والو، هو داير منه توصل من داير 50,000 درهم يعني زعما ديال الزيتون ديال الغلات الزيتون. غير هي المهم هذه البصمة هذه راه غتكون ديالو ذاك النهار، غتكون ديالو والسمية غتكون ديالو. فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ يعني هذه هي سبب كل شيء. دابا هو الداعي على قبل زعما غادي يدير غيبصم على الزيتون، هو ثالث جاي يحيد الزيتون عاد با برك فيه قال له خصك تجيب لي الورقه اللي دايرين انا وياك، مشى جاب له هذه الورقه هذه ما نعرف واش غيكا نار، المهم ما عرفناش شنو ناوي يدير بها. المهم اسيدي ما عليناش، احنا حتى كنسمعوا هنايا في الدوار كل واحد شنو كيقول، شي كيقول فلان تنصب عليه، شي كيقول باع ومدرخ، كل واحد شنو كيقول. حنايا ما بايعين ما فهم ما جينا شل البال حتى يعني وصل الامر كما كيقولوا للتالي ديالو هذا، فهمتي؟ وهاد الناس هادو ما دابا حنايا زياده نشوف فين وصلت بهم الوقاحه، وان هادي دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام كان الاخ ديالي هاد السي هذا وواحد الاخ واحد اخر كانوا كيحيدوا الزيتون في الطريق وما عندهم البركاكه ديالهم، زياده ما عمر شي واحد فيهم وصل عندنا للدار، ما عمر شي واحد جا قال لك اش كدير ولا صورهم، شي واحد كيحيدوا الزيتون فاش صورهم هاد الدين مشى ديكلارا، مشى ديكلارا لهنا عند البهالي شنو قال، دار لهم بلي التراميم وهاد الناس كسرقوا لي الزيتون ديالي وانا شاري منهم، عيطوا لنا صيفطوا لنا السيده عيطوا لنا عاود عاد حنا عاودنا لهم. ما حنا النوبه الاولى مشينا قصدنا وكيل الملك دصفر وصيفطنا قال لنا هبطوا للاستئناف، هبطنا للاستئناف لقيناها كتحول لجهه المركب، بقينا هذا النهار غدا تا هذا قلت لك مشى ديكلارا، فاش طلعنا الجندار قال لك خصكم تجيو عندنا تا حنا، طلعنا عند لابريكاد الله يعمرها سلعه الدار راك شنو نقول لك، الحمد لله يعني كيتبعوا الحق كيطبقوا القانون والحق. هي هذيك اسيدي الدوسي شدوا المحضر شدوا واحد الراجل هو اللي كيكتبوا، عاودنا له داكشي اللي كاين، قلنا له ودي هذا اللي ناصب علينا وهذا اللي داير كل شيء، وجمعنا له الوراق وجمعنا المهم داك الامور كلها اللي قال لنا. زيادة على هذا السمسار دابا، هذا السمسار دابا اللي كنقول لك هذا هو راس الحربة، حتى هذا داخل راه مدخول متذاكروا في السياق ديال المحضر، معروف محمد يعني هو من هذه الجهة، ربما هو اللي حضر هذا السيد مع هاد الناس، ضربوا على هذا الراجل، راجل كبير في عمره 80 عام ما كيدخلش ولادو معاه، ولادو مسافرين عايش غير بوحدو، فهمتي؟ يعني ربما هو اللي عطاهم الخطة منين يدوزوا له. انا هذا نكذب عليك يعني فاش سمعت هاد الشيء وكذا وكذا، مع انا براسي نعاود لك باع وشرا فيا هاد بنادم هذا، كعيت عليه فهمتي، هضرت معاه جيت التالي قلت له فهمتي، قلت له زعما راني كنعرفك غير نتايا، هو شنو يعني بحال باغي يربح الوقت على باش ما احنا ما نديروش الدعوه. قال لي كيرونجي معايا قال لي اخي حمزه شوف الكلمه الحق نقولها انا يا نتايا، شوف انت راني ما راني ما بينك راني ما راه الكلمة الحق، قال لي راه الكلمة الحق نقولها، راني نشهد فهمتي، حنا مشينا باش نبيعوا الغلة الزيتون وشديت الفلوس ديال الزيتون وهذاك ما عمره ما شرى منه وراه بصح نصب عليه، وهضرنا اني سنوية بالتسجيل على انه هذا السيد فايت نصب على واحد الناس، وهذا صاحبنا هذا السمسار هو اللي في التالي كيولي رونجور كيولي كيدخل كيرونجي، واش فهمتي هذا الشيء بفمه؟ هاد التسجيلات سمعتهم الجندار ديال البهالي الله يجازيهم بخير، قالوا لي قرا فيهم في سيديه، قرا فيهم في سيديه، داروهم في المحضر. كنتمناو الوكيل ان شاء الله، الوكيل ديال سيدنا ان شاء الله راه ما نحتاجوش، لا توصلي سمع على بكاه، راه الوكلاء ديال الملك هذوك الوكلاء ديال سيدنا، عاش سيدنا الله ينصر سيدنا. المهم سيدي مديتو بداك الامور، هو فاش تلاقينا بداك الساعه فاش قلت لهم انا هذا الشيء مشاو جابوه هذا السيد، فاش جابوه تما شدوه عندهم، راه قلت سلموا الحراسه النظر نهار وقيلة دازت شي نهار عيطوا لي انا للمواجهه انا والوالد وبركوا فيه، فاش يعني فاش ما قبل الهضره هو قال لهم اودي انايا شوف بنادم كي داير، قال لهم انا راه الحاجه عندي، وقال لي اعطيني عهد الله نقول لك واحد الهضره وما تقولها لتا واحد، انا راني بعت البلاد وعهدني ما تقولهاش لولادي،
وعطاني 2000 درهم وانا راني خدام مع هذا الراجل في بلاده وكيما طبق معايا واحد اللعبه طبقها مع هذا باللي راه زعما البلاد راه منين تباعت وهذا صاحبنا راه خدام عنده في البلاد هو خلص وين يبدل داك الاقوال كلها اللي هو غير سمزار ومشى يشري الغله وداك الشيء كله. واجو الجندر الله يجازيه بخير بالاقوال ديالو ولاني واخا هكاك المهم قال لك خليه يقول اللي بغى. المهم ان شاء الله غير دوز القضيه التحقيق عاوتاني ان شاء الله هو غادي يحقق التناقض. راه ضروري خصو يتسائل على التناقض ديالو وبفمه بدون تهديد تلاقينا فاس فاس وهضر. المهم قال الحقيقه اللي كاين قال داك الشيء اللي كاين وذاكر على ان هذاك السيد نصاب فهمتيني. مشى مع هو كان كيقول مشى مع الحق غير التماطل غير باش يماطلني انا ما حنا ما نديروش الدعوه دغيا ها هو غير جابوه هبطوه وبدل الاقوال ديالو. داكشي اللي كان موعدني بكم ما كنتش انا مسجلو وقرا في يد داك السيديات وسمعوهم رجال الدرك الله يكثر امثالهم. كون راه يعني راه غادي ينكر هو قال كلام اخر ودابا راه كيقول كلام اخر علاش ربما راه مرتاح حيت كاين اللي كيعاودوا بلي هاد الناس هادو ما راه واصلين ومبلغين فهمتي. كاين اللي كيقول هادو ما راه جمعيات القوضاس كيديروا هاد الشيء فيهم محامين. هو دابا هاد المحامي المحلف المقبول هذا محكمه النقد كيدعي انه هو اللي حضر على العقد ديال الشراء. الوليد كيقول ما عمرو شافوه ما عمرو كيعرفوا واش عنده شي محل واش كاين شي كاميرا كاميرات واش كاين شي حاجه فينا هو الفيرمو فينا هما هاد الفيرمو ديال الفلوس فين هي 360 مليون. هما كيقولوا باللي البلاد تباعت ب 360 مليون تسعود ديال القطارات في حين ان بعدا اصلا واخا هضر حنا ما عندناش بها علاقه. البلاد هنايا كدير 120 مليون للقطار هما دايرين 40 مليون للقطار. حنا هاد الهضره غير ما عندناش بها علاقه راه يقدر بنادم يبيع حتى ب 100 مليون ماشي شغلنا. ولاني هما يعني هما دابا حاليا نزيد عليها دابا المشكل الكبير هو انهم دابا فاش سمعوا هاد الخواط وهذا الشيء ناضوا باعوها لواحد اخر لجوج دخلوا فيها جوج اخرين ناس مبلغين دخلوا فيها هاد الجوج هادوما. جا البارح عندنا نيت هاد انس وقالنا ما كاين قالنا انا المشكل ما معاكمش نتوما انا المشكل مع السيد اللي باع لي انا عطيته قال لك هو باع له بمليار و150 مليون باش دا تسعود الكتارات ديالنا. اللي الاخر قال لهم انا اللي كيدعي باللي باع لنا ب 300 باللي شراها منا ب 360 وحنايا بايعين له 5 مليون ديال الغله. يعني هاد انس قالوا بلي شراوها بمليار و150 مليون قال لكم مشاو عند النوطير زعما وهما هما يعني مشينا جبنا العقد باش شراوه هما مشاو زعما عند النوطير قال لك والشركه هي اللي باعت لهم فهمتي. ها هما يعني راه دايرين هنايا 8 د الاصفار مليار يعني باش باعت لهم هما باش باع لهم هو. ولاني هذا السيد هذا انا سجلته فهمتي انا سجلت الهضره ديالو شنو كان كيقول النوبه الاولى يعني جا داخل يعني على اساس باش انه كيبين لنا باللي راه معانا. قال لي انتم راه ما عنديش معكم المشكل انا كنعرف السيد اللي باع لي مع هو قال له هضر معاه قال له راه لو 20 نوفمبر عندهم الافراغ غيخويولك كون هاني راه غادي يخويولك. المهم ما عليناش اسيدي فاش قال له راه غادي يخويولك حنايا لو 20 نوفمبر كنا راه باغيين نفكروا في العصيان نكذب عليك راه عاش الملك ولاني راه ما يمكنش هاد الارض راه شريفه راه عطاها لنا الشريف المغفور له الحسن الثاني واش غادي تجي تخويها من 72 وهي تيتري وهي كلشي وعندنا حنا الوراق عندنا التيتر ديالنا الكناش الزرق مازال التسليم مخلصين عليها كلشي ايامات تعاونيه فاش كانت ايامات تعاونيه كانت تعاونيات وكان المدير ديال التعاونيه وكان الخير وكان الحمد لله هذا الخير كاين وما عمر الخير يتسلم هذا البلاد. سمعتيني يا سيدي المهم الوريقات ديالنا كلشي كاين زيد عليها حتى ذاك النهار اللي مشاو للمقاطعه اللي كيقول بلي مشاو للمقاطعه سيدي هارو الفيد بونكير ديال ذاك النهار اللي دخلوا هو ها هو سيدي مشاو هنايا كاينه 45000 درهم ها انت سيدي لو سي لو 11/16/2020 سيدي 16/11/22 تحطات 45000 درهم ها انت 16/11/22 هيا تلقى قبالتها هنا 45000 درهم هذيك الربعه د المليون ونص اللي دوزوا حط هذاك النار في البنكه ودوزوا المقاطعه بسمو على اساس انه بسم على العقد ديال الغله في حين انه هو ما كاين ما قاري ما والو قال لك الوراق مشى لقاهم مكتوبين
فهمتي بسمو خمسة ديال التبصيمات ولا خمسة ديال المرات عمي الحاج هذه ما هذه ما توركاتش مزيان ويعاود يحط له يديه في بلاصه اخرى غيدير فيه ما بغى. وانا قلت لك الراجل ولد الكارون طروا الان دابا راه 81 والراجل راه كبير راك شتي راه مسكين راه هو التفاصيل اللي ديطاي كيهربوا له. تخيل غير في وقعت المواجهه راه هو نسى عليه مسكين بكثرة المرض نسى عليه كيقول واش هذا قال له ما نعرف راه ما عقلتش فهمتي غير الله الخيرني داك السمسار قال له واش هو هذا بادر هذا واللي كان معاكم باع وشرى منه قال له اه هو هذا وهو بقى غير ساكت هو بقى غير ساكت بحال من 1972 ما عمرو وقع شي ملكي. حنا في التسليم في الوقيته ديال اللي كان سيدنا كي المغفور له الحسن الثاني رحمه الله وطيب الله وصراحه كان كيفرق البلاد تسلمنا البلاد ديك الوقيته دفعنا حنا وسيدي حنا كنطالبوا بالحق ما كنطالبوا بتا شي حاجه كنطالبوا بالحق وكنطالبوا بسيدنا كنطالبوا سيدنا تبارك الله راه الله ينصره الله يخليه لنا الله ينصره. وحنا الحمد لله عندنا يعني ماشي ظالمين كنا غير ظالمين والحمد لله بورقاتنا بكل شيء. قلت لك انا بينت لك الرول فيد بونكير ذاك النهار اللي دخل معاه اتزادت له 45,000 درهم. شنو كطالب؟ كنطالب اسيدي المطالبه ديالنا هي بالانصاف. شغنقول لك الانصاف هو ينصفونا القضاء سيدي القضاء شو القضاء كل شيء بيدي القضاء ديالنا الحمد لله حنا تايقين في القضاء. القضاء عندنا نازيه عندنا الشرف تبارك الله في البلاد شريفه ماليها شرفه فهمتيني الحمد لله حنا تايقين في القضاء ما غيكون غير الخير. المهم حنا يعطونا لو 20 نوفمبر الافراغ وما عمرنا توصلنا بشي تبليغ وما عمرنا توصلنا بشي انذار حتى الافراغ طلعت انا للدارك عند البهاليل قالوا لي حتى قال لي لا جودا شاف مونا جيدون تجبد لي لونفولوب قال لي راه عاد وصلني الافراغ راه عندكم لو 20 نوفمبر وفي حاله الا بغيتوا تخرجوا راه العصيان راه القوه غتخرج. هما دابا الحمد لله دار الله الخير وعاش الملك. قلت لك اسيدي المهم المونال جيدون قال لي راه 20 نوفمبر عندكم الافراغ وتخرج الا وقع العصيان راه غتخرج القوه غير دار الله الخير. هاد النهار مشينا للمحكمه حيت حنا ما موصلين بتا شي تبليغ ما موصلين بتا شي انذار. الحمد لله راه عطاونا الورقه اللي فين هي الورقه اللي راه عطاونا من 17 نوفمبر يعني من هاد التاريخ ديال 17 نوفمبر 17 الشهر الجاي يعني زادونا شهر. المهم زادونا شهر.